كيف بتفهم عقل المرأة وبتكسب رضاها؟ المرأة عندها عقلية خاصة، إذا ما استوعبتها حتقع بمشاكل كتيرة وتتحول علاقتك معها إلى نزاع مستديم. في أمور لازم تعطيها اهتمام حتى تكسب رضاها وتخليها تحبك وتعشقك بلا حدود. المرأة بتحب الكلام الحلو والكوبولات، فلما تستيقظ من النوم إلها صباح الخير حبيبتي، ولما تحضر لك الأكل أو القهوة إلا شكرا حبي واعطيها بوسة. وما تنسى تعطيها بوسة تانية قبل ما تروح على الشغل، ولما تكون بالشغل اتصل فيها واسألها كيف حالها وشو لازمها، وما تنسى تعطيها بوسة عبر الهاتف، ما حتخسر شيء. من وقت لوقت جيب لها شي طيب تاكله انت وراجع من الشغل. إلها مثلا: أكلت اليوم الشوكولا وأنا ابن ضميري، وما كان يهدى إلا لما جبت لك واحد مثله، تفضلي. المرأة بتحب تظهر مشاوير على الأقل مرة بالأسبوع، فخصصها بمشوار أسبوعي بتفسح نفسك بنفس الوقت من خلاله. في تاريخ المرأة مش ممكن تنساه حتى لو أصيبت بمرض ألزهايمر وفقدت ذاكرتها، وهو عيد ميلادها. إياك تنسى تجيب له هدية بعيد ميلادها، لأنها ما حتغفر لك أبدا وحتضل تهتك كل السنة إنك ما تذكرتها بعيد ميلادها. ما تنسى كمان تجيب له ورود بمناسبة عيد العشاء، وهدايا بمناسبة عيد الأم. حاول تنقي هدايا تكون ناقصة بالبيت. إذا المطبخ مثلا لازم خلاط، جيب واحد ولفه بورق هدايا وقدم له إياه. إذا البيت ناقصه مكنسة كهرباء أو مكنة خياطة، هديها واحدة من اتنين، فبهالطريقة بتجهز بيتك وتربحها جميل إنك مش حام تنساها أبدا. فيك حتى تجيب أغراض لنفسك مثل آلة لممارسة الرياضة، فبتهديها إياها وإنت عارف حتما إنك حتستخدمها معها. فالهدايا دايما فيك تجيبها للبيت، أشياء لازمة للبيت، فبنفس الوقت بتربحها جميل إنك عم تهديها إياها لإلها. المرأة بتحب المال حتى لو كانت عم تشتغل، فمن وقت لوقت أعطيها مصاري حسب قدرتك، بس ما تعودها على مبلغ أو توقيت معين، خلي الأمر حر حسب الوضع. نفس الشي بالنسبة لمساعدتها في المنزل، جليلها مرة بالشهر، اغسلها مرة بالسنة، بس ما تعودها على وتيرة معينة، خليك حر. وهيك بتكون كسبت حب زوجتك وأوصدت كل الأبواب اللي ممكن تجي منها الرياح وتعكر سعادة بيتك. بتمنى أيها الرجل العزيز إنه تكون هالنصائح فاتتك. بتمنى توزع رابط هالشريط لجميع الأصدقاء حتى يستفيدوا مثلك. ما تنسى تعمل لي سبسكرايب وتفتش في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة تتشاهد أشرطة أخرى إلي. إلى اللقاء.